مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كما دائما بالعناوين. في موقع الحرف 28 يتحدث عن تفاصيل المعارك في نهم ومأرب وتطورات الساعات الأخيرة. ومن العربي الجديد، عمان تمد جسرا جويا إغاثيا إلى جزيرة سقطرة. وفي البي بي سي، فيروس كورونا، علماء يحذرون من أن احتواء انتشار الفيروس ربما يكون مستحيلا. البداية من موقع الحرف 28 والذي تحدث عن تفاصيل المعارك في نهم ومأرب وتطورات الساعات الأخيرة، حيث تتواصل المعارك الدائرة بين قوات الجيش اليمني وجماعة الحوثي لليوم الثامن على التوالي في جبهة نهم شرقية صنعاء. وقال المركز الإعلامي للجيش إن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف تخوض معارك عنيفة وتواصل تقدمها عن امتداد جبهة نهم. ووفق مصادر عسكرية، فإن قوات الجيش استعادت مواقع سيطرت عليها ميليشيا الحوثي في وقت سابق، وتعتبر مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، وتكتسب أهميتها الاستراتيجية من موقعها الذي يرتبط بمحافظات تشكل ثقل الحكومة الشرعية في الشمال مثل الجوف، والتي تشترك بحدود مع السعودية. وفي محافظة مأرب تتواصل المعارك بين قوات الجيش والحوثيين. مصادر عسكرية ذكرت أن قوات الجيش أحرزت تقدما ميدانيا وسيطرت على أجزاء واسعة من سلسلة جبال هيلان بمديرية صرواح غربية مأرب. أما في محافظة الجوف، فقد أفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش في مناطق الواغرة وجرشب أعادت تموضعها، وأصبحت كل الوحدات على نسق دفاعي واحد، لافتا إلى عدم استجابة التحالف لقصف مواقع الحوثيين. الدكتور أحمد عبيد بن دغر كتب في صفحته الشخصية على فيسبوك مقالا عن أحداث نهم الأخيرة تحت عنوان في سبيل الحرية، أبطال نهم فخرنا. قال فيه: إذا تحدثنا عن ملاحم النضال الكبرى في تاريخ اليمن سعيا نحو الحرية والتقدم ورفضا لعبودية تلبست بخرافة الحق الإلهي، فمعركتنا في نهم في الأسبوع الماضي واحدة من أهمها. إنها ملحمة كتبت بدماء الأبطال على كل صخرة من صخور الفرضة. إنها عودة لمشهد البطولة الذي طبع المقاومة منذ بدأت بطابع الوفاء للأرض والإنسان. وإن أردنا أن نسجل وقائع النضال الوطني ضد الإمامة ومن أجل جمهورية وحبا في يمن كبير، يمن ماي العظيم، فمعركة نهم في مناطق الشرق اليمني أعظمها حتى الآن. خسرنا بعض مواقعنا مؤقتا، لكننا لم نخسر الحرب ولن نخسرها، وفي صفوفنا أبطال كأبطال نهم. عظمة أبطال الجيش وقادته أن لهم إرادة من فولاذ وعزيمة صلبة تعانق قمم الجبال. فاصبروا، فها هم يقومون بتغيير المعادلة، يصنعون المبادرة ويحولون الهزيمة إلى نصر، وليس لهم من الإمكانيات والدعم غير القليل من المال والعتاد وشيئا من الاهتمام. مركزه الرئيس عبد الرب منصور هادي كان على تواصل بالجبهات وبالأشقاء، كان يصف المعركة بمعركة المصير، يحث على الصمود ويحث على الدعم. إن أخشى ما يخشاه المحبون لبلدهم هو أن تسجل معارك الحرية في اليمن دليلاً آخر على وهن وضعف وهوان هذه الأمة، مجسداً في فشل معارك التحرير. فاليمن لم يكن ساحة صراع يمني خالص، بل ساحة صراع إقليمي. العرب كلهم كادوا أن يكونوا طرفاً فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة. سيكون إن حدث ذلك وهنا وضعفا لا يتفق وحالة النهوض والبعث الجديد في الأمة المدعومة بالإيمان والحزم والأمل. أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بحسب موقع المشاهد نت، أعلن منح ترقيات للشهداء والجرحى في محافظات عدن، لحج، أبين والضالع. وقال وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى في إقليم عدن علوي النوبة خلال اجتماع لمدراء مكاتب رعاية الشهداء والجرحى،
قال إنه تمت ترقية 600 شهيد و825 جريحا من منتسبي وزارة الداخلية كدفعة أولى وفق توجيهات وزير الداخلية. وأشار النوبة إلى أنه تم ترقية الشهداء الجنود إلى رتبة ملازم ثاني، والشهداء ممن كانت رتبتهم نقيبا تمت ترقيتهم إلى رتبة رائد. وكشف النوبة أنه يتم العمل حاليا على منح أسر الشهداء والجرحى قطعة أرض ضمن مخطط عمراني معتمد في عدن بعيدا عن ابتزاز الجمعيات السكنية الوهمية. يذكر أن أغلب الشهداء والجرحى الذين شملتهم تلك الامتيازات قضوا خلال حرب جماعة الحوثي على مدينة عدن عام 2015. الحوثية أو في الموقع المصدر أونلاين قالت رابطة أمهات المختطفين في مدينة عدن طالبت بضم ملف المختطفين إلى اتفاق الرياض. وقالت الرابطة في بيان لها إن ملف المختطفين والمخفيين قسرا غيب تماما عن المفاوضات التي رعتها السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. وأوضح البيان أن أكثر من 38 شخصا لا يزالون مخفيين في السجون التابعة للتشكيلات العسكرية والأمنية في عدن، في إشارة إلى قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات. وأشار إلى أن 56 مختطفا ومخفيا قسرا في سجن بير أحمد يعانون من ظروف صحية متردية. بدأت سلطنة عمان بحسب صحيفة العربية الجديد بتسيير رحلات جوية تحمل شحنات من المساعدة الخاصة بالإغاثة والإيواء إلى سكان محافظة أرخبيل سقطرى. وأفادت مصادر رسمية يمنية بأن أولى طائرات الجسر الإغاثي العماني وصلت إلى مطار الجزيرة وعلى متنها مواد إغاثية وأخرى خاصة بالإيواء مقدمة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية. ومن المقرر أن تستمر الرحلة العمانية إلى سقطرى بواقع 10 رحلات تنقل المساعدات الإغاثية إلى الجزيرة الواقعة في ملتقى بحر العرب والمحيط الهندي. يبلغ عدد سكان سقطرى اليمنية نحو 100,000 شخص، وعلى الرغم من بعدهم عن المدن المتضررة من الحرب الدائرة في البلاد إلا أنهم يواجهون من حين إلى آخر كوارث طبيعية جراء العواصف البحرية التي لا تلبث أن تهدأ حتى تعود. ثمة أزمة في سقطرى منذ نحو عامين بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات التي سعت إلى توسيع رقعة نفوذها في الجزيرة باستخدام مختلف الأساليب بما فيها محاولة احتلال مرافق ومنشآت مدنية بالقوة. يتحدث الكاتب حسين شبكشي في صحيفة الشرق الأوسط عن عولمة الفيروسات ويقول: تشتهر الصين بتصدير الملابس والأجهزة المنزلية والأدوات الإلكترونية والفيروسات القاتلة، هكذا يتم ترديد هذه الطرفة هذه الأيام عن الصين، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا القاتل خارج الصين مثل فيروسات قاتلة من قبله كفيروسات سارس وأنفلونزا الطيور وغيرهما. اليوم هناك أرقام جد مفزعة. الصين عزلت مناطق بها 45 مليونا من مواطنيها كإجراء احتياطي، وهناك قناعة بأن أعداد المصابين أكثر بكثير مما أعلنته الصين رسميا حتى الآن. الانتقال المرعب والمذهل للفيروسات بسبب حركة السفر والتنقل الميسر جعل واقع عولمة الفيروسات مسألة حقيقية انتقلت من دافع روايات الخيال العلمي إلى الواقع المعيشي اليوم. هنالك مئات الرحلات في اليوم من الصين إلى شتى بقاع العالم، والحذر مطلوب جدا. الوضع البيئي في الصين بحاجة إلى مراجعة جادة لأنها تحولت إلى تهديد عالمي حقيقي، خصوصا بعدما أشارت التقارير الإخبارية إلى أن الفيروس انتقل من الثعابين التي يأكلها الصينيون، وبعد ذلك انتقل الفيروس من البشر إلى البشر، مما ضعف الإصابات بشكل مرعب. وإذا كانت العولمة انتهت اقتصاديا بسبب الأحداث الأخيرة، فإن عولمة الأمراض والفيروسات لا تزال موجودة. فيروس كورونا مرض خطير جدا، يجب أن يتم التعامل معه بشكل استباقي بكل ما يمكن. كانت الفيروسات التي تصيب الحاسب الآلي أكبر همومنا يوما ما. الفيروسات تزداد قوة وتطور وتتأقلم مع المقاومة ضدها، وفي ظل مغامرات الإنسان في منظومة غذائه تختفي خطوط الممنوع والمحرم أكله في مملكة الحيوان، ولذلك تظهر هذه النوعية من الأمراض
الفتاكة وستستمر في الظهور. هنالك تقارير صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية تقول إنها حذرت الصين مرارا من أن هناك قصورا في جودة المراقبة وخللا في إدارة المختبرات الصحية سيسببان تسرب فيروس فتاك لا يمكن السيطرة عليه. في كل الأحوال هنالك كرة ثلج كارثية تتدحرج. وعن الوباء الذي أرعب العالم بعد انتشاره السريع في الصين أكبر الدول من حيث عدد السكان وما جاورها، يحذر علماء بحسب موقع شبكة البي بي سي من أنه ربما يكون من المستحيل احتواء انتشار فيروس كورونا داخل حدود الصين، وهو الذي تسبب بوفاة 56 شخصا حتى الآن. وقال مركز MRC للأمراض المعدية عالميا ومقره لندن، قال إن انتقال المرض من إنسان لإنسان هو التفسير الوحيد المعقول لمستوى انتشار العدوى، مقدرا أن كل شخص مصاب يمكن أن ينقل العدوى لشخصين آخرين على الأقل. قد امتدح العلماء جهود الصين في احتواء الفيروس، لكنهم قالوا إن هناك حاجة لخفض معدل انتقاله بنسبة 60% من أجل السيطرة عليه. جاء هذا بعدما حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من تسارع انتشار الفيروس وقوله إن البلاد تواجه وضعا خطيرا. السلطات اتخذت إجراءات وقائية لمنع انتشار المرض، كما قالت صحيفة الشعب اليومية الحكومية إنه سيتم بناء مستشفى للطوارئ في غضون أسابيع لمعالجة 1300 مريض جديد. الفنان والمقاول المصري المثير للجدل محمد علي أعلن كما يقول موقع عربي بوست اعتزاله السياسة، وقال إن السبب هو عدم خروج الشعب المصري للتظاهر ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى 9 لثورة 25 من يناير 2011. محمد علي رأى أن عدم خروج الناس يعني أحد أمرين، إما رضا الشعب المصري عن النظام أو الخوف من القمع، مؤكدا أنه قد أدى دوره في الفترة الماضية لكنه لم ينجح. محمد علي أكد أنه لم يصب بالياس، وأنه أظهر ما قال إنه فساد السيسي، وأنه ليس لديه ما يقوله أكثر مما قد قاله. أضاف الرجل الذي اشتهر باسم مقاول الجيش: سأغلق صفحتي على فيسبوك، لن أتكلم مرة أخرى في السياسة أو في قضايا الوطن، وسأعود لعملي في التجارة والتمثيل. الحوثية ولعنة التسلط، بهذا العنوان كتب خالد العلواني مقاله المنشور في المصدر أونلاين. جاء فيه: مهمة السلطة التوفيق بين المصالح الفردية عبر سلسلة من الإجراءات غير المتحيزة التي يجسدها القانون ويعيش في ظلها الجميع على قدم المساواة ويشعر الكل بهويتها الجاذبة. أما التسلط فهو لعنة تعمي صاحبها فيظل أبدا مندفعا للاستحواذ والتملك واستبعاد الناس باعتباره حالة فوق بشرية، فهو الدولة والسلطة والوطن، وهو سرة الكون ومحور المصلحة. وفي ظل لعنة التسلط تزدهر الحروب وتتسع المقابر ويسود الفقر والأوبئة ومسببات التمزق، فيعود الناس إلى هويات ما قبل الدولة. وتمثل جماعة الحوثي المسلحة تجسيدا صارخا للعنة التسلط، حيث عمد زعيم التمرد إلى ادعاء الأحقية بالحكم باعتباره منحة إلهية خالصة وحصرية، ثم شرعت الجماعة وبقوة السلاح إلى إجبار الناس على الاعتراف بقيمة السيد الرفيع كسلالة وحاكم في جريمة مزدوجة تلغي فكرة المواطنة المتساوية وتصادر حق الجماهير الأصيل في اختيار الحاكم وفقا لعقد اجتماعي. وبدافع المنطق الشيطاني أنا خير منه، انقلبت ميليشيا الحوثي على الدولة واستبدلت صناديق الاقتراع بصناديق الذخيرة، فاشتعلت الحرب ونمت الأحقاد وتمزق النسيج الوطني وسحقت الحقوق والحريات وانتشر الخوف والجشع وكادت الهويات الوطنية الجامعة أن تغيب. تحرص الحركة الحوثية على هدم أسس الدولة وإقامة حالة التسلط على أنقاض السلطة، وهي أكثر ما تكون عداء للديمقراطية والمواطنة، إذ إن كليهما نقيض لنهجها وضد لمشروعها الكهنوتي الدموي. عدسات المصورين المحترفين تلتقط هذه المرة لصحيفة واشنطن بوست مجموعة صور منها السياسية وأخرى متنوعة. متابعة.
رسوم الكاريكاتير فن يقدم خبرا ويحكي قصصا، لكن بطريقته المختصرة يصل فيها المعنى إلى المتابع، إلى الكاريكاتير. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.